محافظ صلاح الدين يتابع مراحل تأهيل بناية ديوان المحافظة ويطلع على مراحل إنجاز مركز معالجة الأورام السرطانية في تكريت. الصدر يمهل القضاء حتى نهاية الأسبوع المقبل لحل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة والإطار في اجتماع حاسم للحلول البديلة. الكاظمي يدعو من الموصل القوى السياسية إلى حوار ينهي حالة الانسداد الحالية، والأمم المتحدة تدق ناقوس خطر مسيرات داعش. بوابة أشتار تتنازل عن تغريم الرافدين 600 مليون دولار، وتقرير دولي يحذر من جفاف الفرات وهجر نصف العراقيين للزراعة.